بعد الحمد لله، وهو المستحق لكمالاته سبحانه وتعالى، والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه. الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وتتجدد المعاني وتتطور في أذهان الناس حتى يدركوا الحقائق التي جعلها المولى سبحانه وتعالى في هذا الكون للتفصيل وللدراية وللمعرفة وللمصير الذي يكون للإنسان. وهذه الحوليات جعلت لهذه النيات، بهذه النيات الصادقة، ولذا دامت ولذا استمرت وكان لها الخلود من الله سبحانه وتعالى. ولكن علينا أن نستفيد منها كما سمعنا في الكلمات المباركة الراقية، الاستفادة من هذه الاجتماعات، ذكر أصحابها وكيف عاشوا وكيف كانت حياتهم وكيف كان نفعهم للناس. هذا أكبر ما يستفاد من ذلك، من هذا اللقاء ومن هذا الاجتماع ومن هذه الحوليات، لأن هؤلاء نحن مأمورون من المولى سبحانه وتعالى في صريح كلامه عز وجل بالاقتداء والتأسي بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكيف نعلم سيرتهم وكيف نستطيع الاهتداء والاقتداء بهم إلا إذا اجتمعنا لقراءة سيرتهم ولمعرفة أخبارهم وكيف كانوا يعيشون وكيف كانت العلاقات التي تجمع الناس وهم يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدار التي جعل معاشهم فيها موقوتاً. قل متاع الدنيا قليل، أما المستقبل الذي يستعدون له، أما المستقبل الذي يتهيئون له، فإن هذا هو المطلوب معرفته، والمطلوب البحث عن تلك المآلات وتلك المصائر التي يجب على كل عاقل وعلى كل من كان عنده إدراك أن يعد لذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الاستعداد للموت والتهيؤ له، يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نحن في هذه الدنيا في دار هي اختبار للإنسان، خلق الله الناس ليختبرهم وليستقيموا على طريق قويم وليعبدوه سبحانه وتعالى حتى يكون لهم المصير الذي فيه النعيم الذي لا يزول ولا يتحول ولا يمل، ولا يريد الإنسان أن يغيره إلى شيء آخر. التربية سمعنا حالها من الحبيب علي ومن الحبايب الذين سبوا تلوه بالكلام. التربية أمر مهم، أمر مهم، ولا سيما في هذه الأعصر، هذه الأعصر التي يتربص بالمسلمين أعداؤهم ولديهم مراكز أبحاثهم التي تسعى في تهديم الدين، في إلغاء الدين، بل في إلغاء ما اعتاد الله، ما عود الله الناس عليه من نواميس كونية يسير عليها الناس ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ويكون بينهم العلاقات التي تتفق مع النواميس الكونية. هؤلاء الأعداء، هؤلاء الأعداء للأديان وللبشرية وللخلائق أجمعين يخططون لإلغائها، فيجب أن نتنبه لها
ويجب أن نعرفها، ويجب أن نهيئ أجيالنا لأن تتحصن من كيدهم ومن عداوتهم ومما يعدون. ونسأل المولى عز وجل في كل وقت وفي كل صلاة وفي كل قيام وفي كل قعود وفي كل سجود أن يقل المسلمين شرهم، وأن يقل البشرية أذاهم، وأن يجعل تدميرهم يا رب العالمين فيما يكيدون وفيما يعدون للمسلمين. هذه الذكريات المباركة التي ينبغي أن يكون لنا بها استفادة، وينبغي لنا أن يكون بها عندنا استشعار لتعظيم من عظم الله سبحانه وتعالى. عظم الله الصالحين، كرم الله الصالحين، وجعلهم سبحانه وتعالى أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم، ويكون التأثير بهم في الأحوال كلها. كيف ننشئ أجيالنا؟ كيف ننشئ أبناءنا؟ كيف ننشئ بناتنا؟ كيف نحصنهم من هذه الوسائل التي يسمونها وسائل التواصل؟ كيف يكون لنا استفادة منها والبعد عما يكون فيها من مضار، مما يكون فيها من شنار، مما يكون فيها من عار، مما يكون فيها من دمار؟ هذه التي يجب علينا الاهتمام بها من هذه الأمور، يجب علينا أن نوليها اهتمامنا أكثر من اهتمامنا بالغذاء، أكثر من اهتمامنا بالتطور الحضاري القائم الذي هو سيزول وسينتهي ولا يبقى له بقية. هذه الأمور يجب على الأمة أن تتفكر فيها، وأن تتأمل في المستقبل، وأن تلاحظ ملاحظة كبيرة ما يعد لها، لا سيما فيما يكون في شأن لشأن أولادي والبنات. يعد لهم خطط خبيثة، خطط مدمرة، خطط والعياذ بالله تمزق الناس وتجعلهم شذر بذر لا يدركون ولا يفهمون، وإنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فينبغي لنا أن نستفيد من هذا. ثم بعد ذلك لن يكون ذلك ولن تتحقق هذه الأمور إلا إذا جلسنا في مجالس أهل العلم، إذا تأدبنا بآدابهم، إذا تسلكنا بسلوكهم، إذا امتثلنا أوامرهم، إذا سمعنا توجيهاتهم، إذا كان لنا هم كبير فيما يكون مرضيا للمولى سبحانه وتعالى منا، عندئذ يكون لنا طوق النجاة، يكون لنا إن شاء الله تعالى السلامة، يكون لنا بإذن الله سبحانه وتعالى الهداية ويكون الرشاد. لا بد من أن يكون تكون البيوت عامرة بذكر الله، لا بد أن يكون الذكر منشورا في بيوتنا، في مجالسنا، في معاهدنا، في أسواقنا، في معاملاتنا. الذكر الذي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، والذكر الذي يقر في القلوب فنتذكر المولى سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل سكون وفي كل حال. فيحل لنا أن نكون لنا سعي إلى مقام نراقب فيها الله سبحانه وتعالى، وننظر إلى المولى سبحانه وتعالى أنه يرانا وأنه يسمعنا وأنه لا تخفى عليه خافية، فلا يكون منا بعد ذلك مخالفة، بل نكون قريبين من مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى، وكما هو حال الصالحين الذين كانوا في مقام الشهود لله سبحانه وتعالى. ومن شهد الله سبحانه وتعالى أنه يراه في كل مكان لا يعصي الله، لا يخالف أمر الله، لا يقصر في واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، عندئذ تصلح أحوال المسلمين الدينية والدنيوية
ويتحررون من الهوى ويتحررون من الشيطان ويتحررون من هؤلاء الأعداء ولا يكون لهم تسلط عليهم ويكون المولى سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين بالتأييد والتسديد وإن تنصر الله ينصر. فينبغي لنا أن نهتم بهذه الأمور وأن نصدر من هذه الحوليات التي أسست على هذه النيات ننصرف منها وقد تغيرت أفكارنا وقد تهيأنا لأن يكون غدنا أحسن من يومنا حتى يكون لنا التجديد وحتى يكون لنا التسديد وحتى يكون لنا من الله سبحانه وتعالى التأييد. ونسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال وأن يحفظنا من الكفار ومن الفجار وأهل الضلال وأن يسلك بنا مسالك الصالحين وأن يجزي الحاضرين الجزاء الأوفر على هذا الحضور المبارك لهذه الشعيرة العظيمة. الحضور لهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم شعائر الله الحضور إليها وتعظيمها ويكون للإنسان سعي لها والسعي يكون فيه الأجر ويكون فيه من الله سبحانه وتعالى العطاء الوافر عز وجل. ينبغي لنا أن يكون لنا اهتمام بالمستقبل اهتمام بالأولاد اهتمام بالبنات هم يسعون ويخططون لأن يختطفوا أولادنا لأن يختطفوا بناتنا وأن يكون لهم والعياذ بالله هؤلاء الأولاد المسلمين أن يكونوا لعبة في أيديهم يعبثون بهم ويحولونهم إلى ما يريدون من الضلال ومن الفسوق ومن العصيان. هذا هم كبير للمسلمين يجب عليهم أن يهتموا به شبابا وشيوخا رجالا ونساء. هذا الهم الذي هو واجب من الواجبات على كل من يقول لا إله إلا الله على كل من ينضوي تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقلوب تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدل حال المسلمين إلى أحسن حال وأن يكرمهم سبحانه وتعالى بما يكرم به ما أكرم به من سبق ومن كان قد سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الطريق القويم الذي لا يكون فيه ضلال ولا يكون فيه انحراف وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اللهم أكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا وأسعدنا ولا تشقنا وآثرنا ولا تؤثر علينا احفظنا واحفظ بيوتنا واحفظ رجالنا واحفظ نساءنا وبنينا وبناتنا واحفظ اللهم المسلمين أجمعين في جميع الأقطار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أعمر القلوب بالصلاة أعمرها بالقراءة أعمرها بالذكر أعمرها بالعبادة أعمرها بالمودة والرحمة أعمرها بالأرزاق الواسعة والأخلاق العالية يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على منة التوفيق والحمد لله على جمعنا على هذا الاتجاه وهذا الطريق في رجاء اللحوق بخير فريق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحيم بعباده الرفيق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي لأقوم طريق. اللهم صلِّ وسلِّم على من ختمت به الرسالة وختمت به النبوة وجعلته سيد أهل المعرفة وسيد أهل الفتوة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا غفار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
معادن الأسرار والأنوار الذين بشروا به قبل وجوده في هذا العالم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخذت عليهم العهود والمواثيق أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جمعتنا بآثار لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتصديق بما بعثت به هذا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وآثار الاقتداء به والاهتداء بهديه والاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت تلك منك منة، وأي منة نسألك أن تتم علينا نعمتك فيها، وتمام النعمة بأن تسري في قلوبنا مدارك للحقيقة التي سمعنا الحديث عنها وسمعنا التوجيه إليها فيما تكلم بأحبابنا، وسمعتم في كلام الحبيب عمر بن حامد الجيلاني ما يعده عدو الله بواسطة جند من شياطين الإنس والجن للنيل من الإسلام ودعوة خير الأنام عبر الأبناء والبنات، من صياغة أفكار ومن تزيين مسالك واتجاهات سيئة قبيحة تأتي في زخرف القول كأن فيها خير أو كأن فيها منفعة أو كأن فيها مصلحة، وحقيقتها فساد وإبعاد وقطع عن رب العباد وقطع عن الملك الكبير الذي ما له من نفاد في دار الخلد والكرامة، تصاغ وتصل إلينا تهاجمنا وتداهمنا في مدننا وقرانا وبالوسائل المختلفة تصل إلينا، فتجد سبيلاً ومجالاً على قدر ضعف صلتنا بهذه السلسلة والسند، على قدر ضعف قوة ارتباطنا بموروثات نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العادات في العبادات في الأقوال في الأفعال في النيات في التصورات عن الحياة في التصورات والاعتقادات عما بعد هذه الحياة، وأن يكون إيماننا بالبرزخ وإيماننا بالقيامة والحكم للحاكم فيها والمصير منها بذاك الحكم الذي يحكم على جميع المكلفين إما إلى الجنة وإما إلى النار والخلود فيها، استحضار ذلك وقوته فينا مانع يمنعنا من أن نتأثر بهذه الأطروحات وبهذه التلبيسات التي يلبسون فيها على الناس وينشرون الشر وينشرون الفساد، لكن القلب الذي امتلأ بمحبة الله وعلم عظمة خالقه وأن المصير إليه والأمر له وحده جل جلاله، وأنه لا يمكن أن يكون مخلوق أعلم منه بمنفعة عباده ولا أن يكون مخلوق أحكم منه، وأن جميع المخلوقين إليه راجعون وبين يديه موقوفون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقال لأولئك الذين تعاونوا على الشر في الدنيا وتحالفوا على ذلك ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. يقول الجبار الذي خلق لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، المعنى أن دواء أن مظاهر هذه الزعامة الفانية الزائلة فهي إذن مجازية صورية لا حقيقة فيها. نعم والله لا حقيقة فيها، الحقيقة في الملك لواحد اسمه الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ويؤتي الملك وينزع بحكمة له وليختبر العباد. فالاغترار بهذا الملك الزائل وبهذا المظهر الزائف الفاني لأي حضارة، لأي دولة، لأي اتجاه، لأي فكر على ظهر الأرض، الاغترار بها دليل خلو الباطن عن حقيقة التعظيم للإله الحق، عن حقيقة الإيمان به، عن حقيقة التصديق بما أوحاه، دليل اختلال في الميزان عند هذا الإنسان، لا يدري عن من يأخذ ومن يصدق، يكون لعبة كما سمعتم يلعب بها أعداء الله تبارك وتعالى في فكر أو في سلوك، وهو لا يشعر أو وهو لا يستشعر أو وهو يتجاهل أو وهو غافل عن ذلك. وأسباب انبساطها أو امتدادها أو وصولها إلى العقول والقلوب، انقطاع القلوب والعقول عن تعظيم ما عظم الله ومن عظم الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا صار التعظيم كما اكتسح كثير من المسلمين تعظيم قلوبهم حتى في يوم الجمعة، هذا عاد بقية الإيمان اللي عنده تحمله على أنه يجي متأخر والخطيب يخطب، وإلا قده في الخطبة الثانية، وربما يكون بجنب الجامع ويتأخر يتكلم مع واحد وخلى الخطيب يدخل يكلم له السواري في المسجد والقطف والسرج، هو ما له دخل، وهو اللي بيخاطبه، هو ما بيخاطب السرج ولا بيخاطب السواري في المسجد، يجلس يتكلم مع صاحبه ويتأخر في بيته. انظر إلى فين وصل تعظيم الحق تعالى مصورا في تعظيم للجمعة التي فرضها الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإذا جاء دخل إلى المسجد ما درى إيش قال الخطيب، إن حد قال له الآية اللي قراها ما هو داري، بعضهم حتى الموضوع كله اللي يتكلم حديث الخطيب قال جاب كلام زين ما هو داري إيه قال، وصلى وصلاته راح فيها كم من محل. هو يصلي ساعة قدام التلفزيون وساعة عند صاحبه وساعة يتخاصم هو مدري من، كله في الصلاة ذلك، وصلح صورة صلاة السلام عليكم السلام عليكم وخرج. لكن إذا جاء وقت نشر المباراة مباشرة وخصوصا كأس العالم، الرجال حاضر والقلب حاضر والذهن حاضر وبالعين ناظر، وإذا تكلم صدق قال سكت كت تعظيم، شوف القلب ذا الميزان حقه انعكس وانتكس. هو الجمعة بهذه الحالة وهو القرآن بمثل تلك الحالة كذلك، لكن أمام هذا اللعب تعظم عنده وكبر عنده، وإلا شيء من نشرات الأخبار ولو كان أكثرها كذب لكنه ينصت إليها. وإذا سألته بعد ذلك يقول قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، والخطيب ما هو داري إيش قال، لكن لذلك قالوا كذا وقالوا كذا، ويجيبها لك. خلل في التعظيم القلبي، عظم ما هو حقير وحقر ما هو عظيم، فجلبت له هذا الانتكاس وجلبت له هذا الانعكاس وجلبت له هذا الانحدار والانحطاط والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا وجدتم في السيرة النبوية أن أوائلنا الذين حملوا أسرار التوحيد والإيمان والإسلام والشريعة والدين والجهاد في سبيل الله قامت أمورهم على التعظيم، يجلسون بين يديه منكسين رؤوسهم ما يحدون النظر إليه تعظيما له، إذا أمر أمرا ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك حملوا الأمانة عليهم رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه، وعرفوا القدر والمكانة. سيدنا عمر بن الخطاب
عليه الرضوان كم تمت فتوحات في زمانه وأيام خلافته، أتدري أي شيء كان أهم في نفسه في آخر عمره؟ أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة، قل أستاذ استاذنها في أن أدفن في حجرتها عند رسول الله وأبي بكر. فذهب وكلمها، قالت: هذا المكان كنت أعد لنفسي، ولكن إذ قد طلبه أبوك أمر فأنا أهبه له، هو له. فرجع قال: ما وراءك يا عبد الله بعد ما قد طعن سيدنا عمر؟ ما وراءك؟ قال: قد أذنت وقالت كذا وكذا. قال: الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. شفت همة نفسه فين؟ اهتمام قلبه فين؟ هذا عمر على الذي رباه خير البشر، هذا فاتح الأمصار، هذا ناشر العدل في الآفاق، كان بهذه الصورة واهتمام قلبه يحب البقعة دي. واللي يحتاج حد ينصحه من المبتدع يقول له: يا أمير المؤمنين، البقعة ما تنفع حد، والأرض ما تنفع حد، ما ينفع الإنسان إلا عمله، ولا يكون مع الإنسان إلا ما سعى، وأنك لا تتعلق بالتراب، وأن هذه وثنية، وأن هذه بدعة. حد يحتاج لحد ينصحه يقول له كذا؟ هو اللي أخذ العلم من معدنه، هو اللي أخذ الإسلام من موطنه، هو الذي أخذ الشريعة من أصلها وأساسها. عظم المكان وعظم القرب منه، قبله الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام يأتيه سيدنا عزرائيل يقول: يا رب أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر، قربني للأرض المقدسة. وإيش الأرض المقدسة؟ أرض من جملة الأرض، لكن فيها أنبياء قبله، وفيها مرسلين قبله، وفيها صلحاء قبله، فتقدست الأرض. وقال: أدنني من الأرض المقدسة، قربني منها. نعدهم بينصحون موسى لا بأس، بيقولون: يا موسى لا تتعلق بالأراضي، هذا نوع من الوثنية، هذا نوع من الشرك، يا مخلطين الأوراق، يا غافلين عن حقائق توحيد الخلاق، يا موظفين لأجل الأرزاق في تبع أعمال أرباب الشقاق والنفاق والعياذ بالله تعالى. ضاعت عليكم مصادر الأخذ لفهم الشريعة والدين ووعي خطاب رب العالمين من أسس وطرق وسبل وأسانيد صحيحة قام عليها فهم الصحابة وفهم التابعين وفهم تابع التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا بهذه الشعور وبهذه المكانة يقول عاد في خوف من الله: أخشى يا عبد الله أن تكون قالت ذلك هيبة لي لأني في الإمارة، فإذا أنا مت وحملتم جنازتي وصليتم علي فقفوا على باب الحجرة ونادوا أم المؤمنين وقولوا لها عمر، ولا تقول لها أمير المؤمنين، فما عدت أمير يقول بعد الموت، قل لها عمر يستاذن أن يدفن عند صاحبيه، فإن هي رضيت كان الذي أحببت، وإلا فاخرجوني إلى بقيع الغرقد، البقيع مع فادفنوني مع المسلمين هناك. فلما وقفوا بالجنازة قد طيبت له بذلك حيا وميتا، وأدخلوه وقبروه، وانظروا إلى كيفية قبره، هذا قبر سيدنا رسول الله. فلما أرادوا أن يقبروا الصديق جعلوه من خلفه ومؤخر عن رأسه حتى يكون رأس الصديق قريب من كتفي سيدنا الوجود صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا بعمر يدفنوه خلوه خلف أبي بكر وأخروه عن رأسه، فكان متأخر عن رأسه وهو خلفه من جهة القبلة، ووضعوه هناك من أجل الأدب، يراعون الأدب. سيدنا أبو بكر لما طلع فوق المنبر جلس على الدرجة الثانية، قالوا له إن رسول الله كان يصعد الثالثة، قال: تلك لرسول الله أنا أقل منه. يراعي الأدب في قيامه في المنبر بعد وفاة زين الوجود صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قالت السيدة عائشة: وكنت أدخل إلى الحجرة، لأن تسكن بجانبها، في حجرة بجانبها، كنت أدخل إلى الحجرة أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبا بكر، غير منتقبة،
وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر لم أدخل إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، لم أدخل إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. وذي منين تعلمت العقيدة؟ منين تعلمت الشعور ذا؟ من شيوخها قال لها الميت ما عاد يسمع والعادي يرى والعادي والعدل حرمة، ما حد قال لها كذا. شيوخها محمد وأبوها أبو بكر، السابقون الأولون هؤلاء شيوخها، ما حد منهم قال لها كذا، بل ملأوها هيبة، قالوا لها عمر بيشوفش وأنت غير منتقبة، لا تخرج النقاب حتى أمام القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، إلا عرفه واستأنس به. ويقول في حديثه الصحيح: إنهم لينصرفون عن الميت بعد دفنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. إيش السماع القوي ذا؟ فوقه كمين لبنة وفوق كمين تراب، ويسمع من فوق اللي هم يمشون، قرع نعالهم يسمعوا هذا الميت صلى الله على الصادق المصدوق الذي كان إذا زار المقابر قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الخطابات كلها لهذه القبور. فما مضى الصحابة ولا التابعون ولا آباؤكم الأكرمون إلا على نور وبصيرة من الوحي الشريف وسنة المصطفى في أفعالهم وأقوالهم، وصحة التوحيد وصحة الإيمان وصحة الإسلام، بل وصحة الإحسان، بل ونيل المعرفة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. اجتمعتم هذا الاجتماع الله يبارك لكم فيه، وكما سمعتم إنما نشتقي هذه المفاهيم والأذواق وتتمكن فينا بواسطة العلم ومجالس العلم. وكم نحن فرحون ببناء هذا المعهد عندكم الذي يبنى ويتم إن شاء الله على خير حال، ويعم الله بنفعه الوادي والبلاد والعباد في المشارق وفي المغارب. إن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والعلوم المسندة التي تثمر الخشية تثمر الأدب، وحقيقة الصلة بالرب هي التي نفتقدها وهي التي نحتاجها. بقية المدارس نشارك غيرنا فيها، بقية المعلومات نشارك غيرنا فيها، مسلم وكافر وفاجر وصالح كلهم يتعلمونها، لكن في علم يثمر الخشية وعلم يثمر القرب من الله، هذا ما هو في كل مكان ولا هو في كل مدرسة ولا هو عند كل إنسان، ولا يعرفه الكفار ولا يعرفه الفساق، ولكنه ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في من اختصهم الله سبحانه وتعالى به. أولئك وراث النبي ورهطه وأولاده بالرغم للمتعامي. الله يحيي فينا هذه العلوم النافعة ويباركنا في هذه المجالس ويجزي عنا خير الجزاء. حبيبنا عمر بن أحمد بن عمر بن حسين الجيلاني أبقى الله له هذه الذكرى والأثر على ممر القرون، لولا حاله في علاقته بالله ما بقي مثل هذا ولا استمر مثل هذا، وإذا بالخير يستمر قرن بعد قرن فضلا من فضل الله سبحانه وتعالى. في اتصال بسلسلة نورانية قوية عندكم في الوادي الميمون الذي امتلأ بعد الأنبياء بأولياء وأصفياء كثيرين جاءوكم من عند الشيخ سعيد بن عيسى العمودي، وطلع إلى أن تمر على الشيخ معروف بن عبد الله بن جمال، وتجي إلى الشيخ فارس باقيس، وتجي إلى الرحاب الطاهرة والشيخ سلمان اسمه سليمان اسمه بمنيع اللي ذكره في الحبيب علي بن حسن في القصيدة، ومن جاء بعدهم تجي إلى الشيخ عبد الله بن أحمد با سودان، وتجي إلى من حواتهم الوادي هذا الميمون من هنا ومن هنا. الله يشعشع أنوارهم في قلوب ذراريهم وفي قلوب أهل بلدانهم
وتعود عوائدهم بحياة حقائق الإسلام والإيمان فينا، وظهور راية لا إله إلا الله متحققين بحقائقها، محمد رسول الله قائمين بواجبها منشورة في الآفاق كلها. اللهم أتمم النعمة وبارك في جمعنا في هذا اليوم، اليوم الأزهر، واجعلنا فيه ممن امتلأ بالنور الذي يتنزل من حضرتك على من أقبل وتطهر. اللهم نجنا عن الشوائب، اللهم ارفعنا علي المراتب، اللهم انظمنا في سلك الأطايب، اللهم اجعلنا في الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، واجعلنا في المقبلين بالكلية عليك وأعلي درجات من ذكرناهم، الشيخ علي باراس ومن لم نذكرهم من بقية أئمة الوادي والنادي. اللهم اجزهم خير الجزاء وأفضله وأكمله، واخلفهم فينا بخير الخلف، وبارك لنا في حبيبنا عمر بن حامد وأخوانه، وفي أولادهم وفي أحفادهم، وفي القائمين في هذا المسجد وفي هذه البلدة، وفي القائمين في هذا الوادي والحداه الذين يحدون بهذه الأناشيد وهذه الأشعار التي لها زجل في القيامة وزجل في البرازخ عند أهلها وزجل حتى في الجنة. شوفوا بعض الأغاني تخزي صاحبها في القيامة وتسود وجهه، وشوفوا بعض الأناشيد حتى وسط الجنة يترنمون بها، يرددون نفس الألفاظ اللي يرددونها في الدنيا يتنعمون بها هناك، لأنها محبوبة عند الله ولأنها مقبولة عند الله. وبعضها فيها مجون وفيها استهزاء بآيات الله تخزي أصحابها في البرزخ وفي القيامة والعياذ بالله، وإلى سوء المصير. الله يملأنا بما ينفعنا به ويرفعنا به ويصلح به قلوبنا وقوالبنا، ويثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، ويضاعف هباته ويجزي العطيات ويدفع البلاء عن أمة نبي محمد، ويحول الأحوال لأحسنها، والحمد لله رب العالمين. العفو منكم.